أعلن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامية الفائز في الانتخابات الأخيرة في تونس، أعلن بداية تبلور نواة تحالف ثلاثي يجمع حزبه مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي لتشكيل حكومة جديدة في البلاد. وقال الغنوشي في تصريح له أثناء زيارته للعاصمة القطرية الدوحة إن التحالف قابل للتوسع وأن المفاوضات لا تزال في بدايتها.